مرحبا. السلام عليكم. شلونكم؟ هذا اقوى فلافل في الكويت صح؟ يعني انا يتني تعليقات يا جماعه ايش كثر يقولوا لي لازم تروحين فلافل شرف. دانا ليش الحين ما رحتي فلافل شرف؟ وانا ادري للامانه شهادتي مجروحه بفلافل شرف، ادري انها اقوى فلافل. فاليوم لازم ناكل فلافل. شنو تبون؟ مطعم فلافل شرف هو مطعم فلسطيني موجود من 1953، يعني حوالي 60 سنة. حافظ على الطعم وحافظ على هويته من ذاك الوقت. 1 2 3 4 5 فلافل. يلا. يا سلام، شوفك يا هالفلافل. زين هذه راح أخليها أمانة عندي. كل الأطباق اللي تقدم هني هي أطباق من مدينة يافا في فلسطين، علشان كذي نشوف إن الأطباق اللي موجودة محدودة، هي الفول والفلافل والحمص اللي موجود. شنها دونت؟ فلافل الدونت. شوف هذه لازم أجربها الحين وهي حارة، فخلنا نسولف شوي. إنزين أنتم موجودين هني من صار لكم مش كثر مطعم شرف؟ إيه انت عمي من متى؟ من متى؟ الثمانينات. ما شاء الله تبارك الرحمن، من الثمانينات موجوده هني. يعني احنا قاعد نقول طعم وجوده واستمراريه في جوده الطعم. بعد المطعم يتميز بالفلافل اللي عنده، يعني الفلافل هي مصنوعه من الحمص وشويه بهارات مع بقدونس وبصل ولذيذ ويقرمش. هذا اللوجو نفس التصميم من اول ما بلش المطعم، ما تغير. شفته؟ عشان كذي هو راسخ عندنا بمخنا. قبل 15 سنه كانوا موجودين في عماره معرفي هني قريبه يمنه. انزين بس انهدت ويول اللوكيشن هذا اللي هو يم مجمع دسمان، ومن 15 سنه هم موجودين هني. المعدل الطبيعي حق الناس اللي يجون ياخذون سندويتشات فلافل ايش كثر؟ 3 سندويتشات. 3 هذا الطبيعي. ومنو زباينكم عادة؟ الكويت كلها. ها يجونكم من شرقها لغربها. يبطل المطعم الساعة 5 الفجر، يسكر الساعة 11 الظهر، بعدين يرد يبطل الساعة 4 العصر ويسكر الساعة 11 بالليل. ولحق ما تلحق على الفلافل عاد. هذه الفلافل لأنها شامية فهم يسوونها من الحمص. طبعا اللي يجون مطعم شرف من كل أطياف المجتمع مثل ما يقولون، عندكم الوزير والمواطن العادي والتاجر، كل من يجي فلافل شرف ويذوق هالأكل الطيب ويستمتع فيه. العاملين اللي يشتغلون في مطعم شرف يعني هم مثال حي، خلينا نقول الجهد والاجتهاد في مكانهم. حاولوا كثر ما يقدرون انهم يحافظون على هوية المكان، وفعلا نجحوا في هذا الشيء وحافظوا على هوية مطعم شرف. هذه الأصالة باقي للحين لانه هو غني بال خلينا نقول البروتينات وانه هو يعطي طاقه حق العمال، فيصير عليه اقبال اكثر من قبل العمال صح؟ وخاصه بعد هم انه سعره بسيط. الصمونه سعرها 100 فلس والحبه الفلافل ب 50 فلس. الديكور الداخلي هذا تغير من قبل؟ هذا هو نفسه. من المكيف؟ والله هذا من المكيف الموجود هني، هذا حاطين انتو اثري صراحه، مو ماكو منه. هذا ما تغير، فعرفوا ان الديكور كله ما تغير. ناخذ فلافلنا الحين نروح ناكل هالفلافل الطيب. الحين عاد لازم اجرب اول شيء الفلافل. هذه هي من داخل، انا احبها مع طحينه. احنا راح نسوي كذي الحين. ابي ان شاء الله يا رب يطلع صوت. اعطوني ثواني بس عشان استوعب جمالها. محترين الربع ما يسمونه، فيها فلافل وخضرة وطحينة. يبون خلل. لحظة،
هو ما يمنع، ما يمنع شو تسوون؟ تسوون شيء زيادة طحينة. وانتهت جولتنا اليوم في مطعم شرف، هذا المطعم اللي ما يقدم إلا الفول والفلافل والحمص، وأكلهم لذيذ وبسيط. أنا أكثر شيء سعيدة أن بطلوا المطاعم الصراحة. شكراً شكراً كورونا جو، خلينا نقعد بالمطاعم نقعد ناكل. وشو وين بنروح بعدين؟ أقول لهم؟ ما أقول لهم صح؟ شنو مكتوب هنا؟ هذا شنو صراحة؟ هل تطحينه؟ والله ما قريت شيء صراحة. أنا أرد دي 2 فلافل وواحد